لما الواحد بيغني بره مصر بتختلف من جمهور لجمهور وتفاعلك معاه، والغنى الصعيدي اظن جزء كبير منه معتمد على فكره التفاعل. بص، هو الغنى الصعيدي تحديدا زي ما حضرتك قلت في تفاعل. فلما بنغني مثلا بره بيبقى فيه سماعات عشان بس تغيير الكلام. بس لكن المزيكا هم بيعشقوا المزيكا المصري والاورينتال الصعيدي تحديدا، يعشقوا الربابه جدا ويعشقوا المزمار والطبل البلدي، يعني وصف مش طبيعي بالنسبه لهم. الاورجي والجيتار ده كله عارفينه بتاعهم يعني. من عندهم هم اللي اخترعوه. لكن احنا برضو عندنا حته يعني الحمد لله رب العالمين يعني مميزين بيها. يعني بيحبوا الحاجه بتاعتنا دي ليه؟ يعني بيحبوا الصعيدي ده ليه؟ والله بص، هو يعني عايز اقول لك، حتى تلاقي في المسلسلات 90% من المسلسلات اللي بتنجح تلاقيها صعايده. جدا. والله ما تعرف ليه، بس حب ان يعني ربنا سبحانه وتعالى. اغنيه التتر لما تبقى صعيدي تلاقي الناس كلها حفظتها. ده حقيقي. والناس اتعلقت بالمسلسل الاول بالاغنيه وبعدين بالاحداث. ايوه. دي دايما كانت حاجه بتلفت نظري جدا، اللي هو طب ليه؟ وبتفرحنا احنا كصعايده برضه. بتاع شفت اللي بيحصل واحد برضه لما التكنولوجيا بقى يعبس بالحاجات التي لا يعرفها ولا يفهم فيها اي شيء. جميل. بوظها زي ما انا بوظت اللي انا عملته دلوقتي كل حاجه.